السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في خطوة جديدة في كورسنا الطريق لأمن المعلومات. في الخطوة اللي فاتت إحنا اتكلمنا عن تتبع المواقع لبياناتي ومعلوماتي علشان تسجلها عليا وتبتدي توزعها للمواقع البيع والشراء ومواقع الإعلانات وما إلى ذلك. طالما إني بتعلم مع العالم الرقمي هو بيقدر أو بيستطيع الحصول على بياناتي ومعلوماتي وبيخزنها في قاعدة بيانات الخاصة بيه على اساس ان هو يستفيد منها كعمل احصائي او كتوجه معين، يعني حضرتك بتحب تدخل مواقع ايه او اهتماماتك ايه وهكذا. طبعا فيسبوك وتويتر وكل السوشيال ميديا عموما بتعمل نفس الشيء. وكنا وعدنا الناس ان احنا في الفيديو ده ان شاء الله هندي طريقة نعالج بيها الامر ده، لكن خلينا نتفق انه مفيش علاج 100%. يعني ايه؟ يعني حضرتك مش هتقدر تمنعهم من مراقبتك او الحصول على بياناتك بشكل قاطع، ولكن تستطيع الحد من المراقبة ديت من خلال النصائح اللي هنديها للناس ان شاء الله في الفيديو ده. اول نصيحة بحب اقولها لكم انه في الاماكن العامة وانت رايح مكان عام، يعني مطار او مكتبة او حتى بيت صديق من اصدقائك وحبيت تستعمل الانترنت، لازم تتاكد انك بتستعمل او مفعل الوضع المخفي. الوضع المخفي ايه هو الوضع المخفي؟ في الغالب جميع المتصفحات اللي بتستخدم للدخول للانترنت سواء الكروم او الفايرفوكس وغيرها من المتصفحات اوبرا وانترنت اكسبلورر وكتير جدا، هي اول ما بتستخدمه هي بتخزن بيانات البحث بتاعتك. يعني لو فتحنا جوجل وبدأنا نعمل سيرش على يعني على حاجة انا حابب اشوف اطلع عليها، كل المتصفحات دي بتخزن البيانات دي. فانت علشان تمنع المتصفحات من ان هي تخزن بيانات البحث بتاعتك او بيانات كلمات المرور احيانا اللي انت بتدخل عليها في المواقع الخدمية وغيرها، فأنت لابد أن تقوم بتفعيل الوضع المخفي. طيب الوضع المخفي ده أفعله إزاي؟ أنت لو بتستخدم كروم هتفتح الكروم وتضغط كنترول شيفت إن، كنترول شيفت إن علشان يفتح لك صفحة مفعلة فيها الوضع المخفي اللي احنا اتكلمنا عنه، ان هو بتقدر يعني تتصفح الانترنت بخفاء. يعني هو البراوزر او المتصفح بيقوم على طول تلقائيا بعد انتهاء عملية التصفح وتغلق المتصفح ده، بيقوم على طول حازف من نفسه كده جميع التمب وجميع الهيستوري وجميع السيرش وورد اللي انت استخدمتها. تمام كده؟ تمام. طيب لو انا بستخدم فايرفوكس هيبقى كنترول شيفت بي، كنترول شيفت بي. اوكي يا شباب؟ تمام. اي حد بيستخدم متصفحات تانية ممكن يسيرش تفعيل الوضع المخفي من خلالها بيبقى ازاي. اوكي احنا هنا استخدمنا تقريبا اشهر متصفحين في المتصفحات اللي هو الكروم والفايرفوكس. طيب انا بفضل دايما اني استخدم الفايرفوكس لوجود ميزة انا يعني لم استطع الحصول عليها في متصفحات تانية. ايه هي الميزة؟ انا حابب اني اوريها لكم عيان. يعني لو دخلنا هنا، تعالوا كمان بالمره نجرب الوضع المخفي اللي هو قلنا كنترول وشيفت بي في الفايرفوكس. شايف هنا اول ما ضغطت كنترول وشيفت بي جاب لي ايه؟ جاب لي انت في نافذه خاصه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيمسح الفايرفوكس تاريخ البحث والتصفح لما تنتهي، يعني بمجرد ما انا خلاص استخدمته هقفل كده، هو من تلقاء نفسه هيمسح اي عمليات ايه؟ اي حاجة انا قمت بيها. تمام. وزي ما قلنا التصفح المخفي ده بيتيح لي جلسة امنة كده، يعني سيشن سيكيور سيشن بيتم فيها ان انا بتصفح الانترنت بامان تام من غير ما اكون قلقان انه المتصفح ده هيخزن بياناتي، هيخزن كلمات مروري، هيخزن الحاجات اللي انا فتحتها، هيخزن العمليات البحث والحاجات دي كلها. تمام كده؟ يعني كأنك شخص مجهول بتتصفح الانترنت. خلاص تمام. كنت عايز اوريكم ايه؟ كنت عايز اوريكم اضافه رائعه جدا انا شخصيا مستفيد منها كتير، اسمها فايرفوكس مونيتور. اسمها ايه يا شباب؟ فايرفوكس مونيتور، فاير فوكس مونيتور. جميل.
ايه هي بتعمل ايه الفايرفوكس مونيتور ديت؟ هي عباره عن موقع الكتروني خاص بالفايرفوكس او صفحه كده خاصه، كل اللي عليك ان انت تدخل الايميل بتاعك اللي انت بتستخدمه في التصفح، وهو هيروح يشوف الايميل ده استخدم في مواقع غير امنه ولا لا. يعني بيديك تقرير بيقول لك والله انت فعليا استخدمت الايميل الخاص بيك ده في مواقع غير امنه او نسبه امانها ضعيفه ولا لا. تعال نشوف كده. انا لو فتحنا الفايرفوكس مونيتور، طبعا الاضافه دي انا يعني ما شفتهاش في الكروم ولا في الانترنت اكسبلورر ولا في الاوبرا ولا غيرها من الصفحات، علشان كده لما حد يسالني استخدم ايه من البراوزر على طول بقول له فايرفوكس. وخلي بالكم يا شباب، هو المعتمد في لينكس، واحنا عارفين كلنا ان نظام تشغيل لينكس اعلى امانا من الويندوز. تمام، لو دخلت الايميل الخاص بيا كده وقلت له تشيك فور بريتشز، بريتشز يا شباب يعني خروقات او ثغرات، خلينا نقول. تمام، لو قلت له اوكي كده هيتشيك، هيكتشف. خلي بالكم هنا بقى ايه، قال لي this email appeared in two known data breaches. appeared يعني ظهر، ايميلك ده اللي حضرتك دخلته ظهر في موقعين يعني نسبة الأمان فيهم أو كان فيهم ثغرات. تمام؟ وهنا قال لي إيه؟ alert me about new breaches، يعني لو يعني يا فايرفوكس أخبرني أو ابعت لي إيميل لو ظهرت كمان إن استخدمت الإيميل بتاعي في مواقع عليها ثغرات. خلي بالكم هنا جايب لي موقعين اللي هم ماي فيتنس بال في تاريخ 21/2019 21 فبراير يعني من حوالي سنة، وهنا دروب بوكس من حوالي 5 سنين. خلي بالك ان ممكن يكون الدروب بوكس كان في الوقت ده كان فيه ثغرات وتم اصلاحها، ولكن هو برضه فايرفوكس يعني ما زال الهيستوري بتاعه كده يعني متذكر العمليه دي، زي ما شفنا جوجل ماب قد ايه كان بيتذكر بياناتي ومعلوماتي والاماكن اللي انا زرتها ورحت فين ومشيت بالسياره قد ايه وتوقفت الكم كيلو والحاجات دي كلها. تمام، فهنا الاضافه دي هتمنع يعني هتفيدني في ايه؟ هتفيدني لو انا فعلت الاشعارات اللي هترد لي عبر الايميل لو مستقبلا دخلت اي موقع مخترق او اي موقع فيه ثغرات هيصيبني من خلاله اي اشياء غير مرغوبه، هقدر على طول هيشعرني بيها، ومن خلال الاشعار ده هستطيع اني اغير الباسورد بتاع الايميل، يعني هعمل ان احتاط او هتخذ بعض التدابير. خلاص يا شباب، الموقع او الصفحه اسمها فايرفوكس مونيتور، بدعو الجميع ان هي تطبقها. يعني انا بطلب من حضرتك دلوقتي ان انت تقوم بتطبيقها على نفسك من خلال زيارتها وادخال معلومات البريد فقط. هو بيحتاج منك بريد، مش محتاج منك باسورد ولا اي شيء، وهيشوف طبعا تكون انت اوريدي مستخدم فايرفوكس. طيب احنا هنجيب على السؤال الاكثر طلبا اللي هو ايه، اللي هو انت وريتنا في الفيديو اللي فات، يعني انا طبعا بقرا التعليقات بتاعتكم اسفل كل فيديو وبعتذر بيها جدا. واحد من اليمن كاتب لي انت يعني فاجئتنا ووريتنا موضوع غايه في الاهميه، انا لا يحضرني النص يعني نص الكلام، ولكن فيما معنى الكلام انه احنا يعني استغربنا انه جوجل قد ايه بتسجل بياناتي ومعلوماتي وتاريخ زياراتي للاماكن وقد ايه المسافات اللي انا قمت بقطعها، لكن فين الحل؟ يعني فين العلاج؟ وانا رديت عليه وقلت له انا ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي هو ده هقدم لك بعض طرق العلاج. ليه بقول بعض وبنركز على كلمه بعض؟ لانه يا شباب مفيش نظام امن 100%، دي قاعده. وطالما انت سمحت لنفسك تتعامل مع العالم الرقمي فلا بد ان من بعض التضحيات، يعني بياناتك هيتم الحصول عليها زيها زي في حياتنا العاديه
حياتنا العادية بيتم إيه؟ بيتم إن أنت لو رحت تتقدم لوظيفة ما فبيطلب منك ملء استمارة فيها بياناتك، رقم هاتف، البريد، أحيانا بيسألك عن هوايات ومش الهوايات، أنا شخصيا ما أعرفش ليه، ولكن هي أحيانا بيسألك كده. بيقوم بعد كده بتسريب المعلومات والبيانات ديت للجهات الإعلانية، للجهات الخدمية، بياناتك يعني أنت بتمنحها بكيفك يعني برضاك. فبالتالي لما بتتعامل مع جوجل، مع ياهو، مع الفيسبوك، انت برضو بتمنح البيانات دي برضاك، لانه في اتفاقية استخدام حضرتك من المفترض تكون معلم عليها علامة صح ان انت قرأتها، وتقريبا 99% ما حدش بيقرأها يعني، وبتقول له انا موافق وخلاص تدخل. قد تكون البيانات اللي حضرتك وافقت عليها فيها شرط من الشروط ان هو هيتم استخدام بياناتك ومعلوماتك، وارد جدا، لكن خلينا برضو نتفق انه بياناتنا ومعلوماتنا هي عرضة للمراقبة، عرضة للحصول عليها من غير اذن، لكن ومش هقدر امنع كده، لكن هستطيع اني احد من هذه الاشياء. تعالى نتعرف سويا كيف نحد من عملية الحصول على بيانات والمعلومات. احجم العملية دي ازاي؟ احجمها، خلينا نروح كده، لو رحنا النشاط الثاني هبدأ أغير بقى في الإعدادات اللي تخليني مش أتخلص منها بشكل كامل، ولكن أحد من إن جوجل يخترق خصوصياتي بالشكل اللي إحنا شفناه في الفيديو اللي فات. فهقول له هنا عناصر التحكم في النشاط، تمام؟ هيقول لي إنه جوجل هيسجل عليك عمليات الكروم لو أنت بتستخدم مصفح كروم، والأنشطة والمواقع والتطبيقات والأجهزة. أنا قلت له أوكي، فأنت ممكن تقول لا، فأنت هتشيل علامات الصح ديت. حد يقول لي طب أنت مخليها ليه؟ أنا أحيانا بيطلب مني أني أطلع أعمل تريننج في جهات ما، وبتكلم عن الموضوع ده بالذات كيف تحمي بياناتك. فلما بطلب من الأشخاص أنه حد يديني منهم الاكونت بتاعه على جوجل، بحتاج اكونت اشرح عليه زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. فيعني انا فاكر ان اخر جهه مثلا كانت جهه خيريه كبيره، اول ما جينا للكلام عن سجل نشاط جوجل وهندخل نتعرف عليه ونشوف حركاتنا، وطلبت من الحضور انه حد يتطوع ويديني الاكونت بتاعه ونشرح عليه، اتنين منهم استاذنوا، وواحد عمل نفسه بيتكلم في التليفون، وكانت ايه يعني، كانت حاجات ايه علشان يعني هشوف بقى هو دور في ايه ودخل على موقع ايه فبالتالي الموضوع مش لذيذ. فانا مخليها لعمليات تدريب مشترك، لكن انت شيلها، انت شيل علامات الصح ديت. النشاط على يوتيوب والتطبيقات هقول له لا، هقفلها، ما تسجلهاش عليا. هنا هيسالني هقول له ايوه ايقاف، اوكي. طبعا احنا قلنا ان انا بستخدمها اصلا فمش هضطر، لكن سجل الموقع الجغرافية اللي هو جوجل ماب ما تسجلهاش علي، فهيبدأ برضو يسألك هقول له إيقاف وهكذا. فأنت هتقدر تتحكم منين يا شباب تاني؟ من عناصر التحكم في النشاط. بنجيبها منين؟ بنجيبها من نشاطي أو ماي أكتيفيتي للي بيستخدم النسخة الإنجليزية، تمام. وهبدأ إن أنا أتحكم في إيه اللي يطلع إيه اللي ما يطلعش، ممكن أخلطر بيانات، ممكن أخليها، ممكن أبقى عليها وهكذا، علشان نقدم للناس بس بعض الحلول، مش حل بشكل نهائي. لا، احنا قلنا وبنأكد، طالما انت داخل انترنت بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، بياناتك معرضة ان هي تظهر للناس او بتتوزع بشكل اعلانات او شركات الخدمية وهكذا. طيب، سؤال تاني. ممكن احنا خلصنا بقى جوجل وعرفنا ان هو بيسجل عليها تحرفات وعرفت اتحكم منها منين؟ فيسبوك وتويتر اشهر منصتين للتواصل الاجتماعي تقريبا. احنا قلنا وسالنا سؤال في اول فيديو لو تفتكروا، قلت للناس انت مشترك على فيسبوك من 4 سنوات، تقدر تقول لي اول عمليه اعجاب او اول صوره انت عملت لها شير كانت صوره ايه وكان امتى؟ فطبعا ما اعتقدش ان في حد لسه فاكر يعني. فيسبوك فاكر الحاجات دي. طيب، اقدر ازاي اطلع على جميع بلا استثناء بيانات او جميع الانشطه اللي انا قمت بيها على فيسبوك؟ لو رحنا لصفحه
فيسبوك، ادي الصفحه بتاعتنا يا شباب هنشتغل عليها. هروح من السهم اللي هو في اليمين ده واختار الاعدادات، هروح للاعدادات وهقول له ايه، من هنا هختار معلوماتك على فيسبوك، معلوماتك على فيسبوك. هقول له لو سمحت انا عاوز انزل معلوماتي. خلي بالك ان في سجل النشاط زيه زي جوجل، اوكي؟ لكن هنا لو قلت له انا عاوز تنزيل معلوماتك، لو قلت له عرض كده هيبدأ يحولني لصفحة المعلومات بتاعتي ويقول لي انت عاوزني انزل لك نطاق التاريخ. لو قلت له كل بياناتي يا شباب هتجيب لي من اول ما اشترك، اشترك تقريبا في 2008، فانت بتتكلم من حوالي 12 سنة، كل عملية اعجاب، شايف كل المنشورات، لو اخترت كده علامة صح هيقول لي المنشورات التي شاركتها على فيسبوك، المنشورات اللي تم اخفائها من يومياتك واستطلاعات الرأي، كل شيء، الصور ومقاطع، صور ومقاطع قمت بتحملها ومشاركتها، التعليقات اللي عملتها، تسجيلات الاعجاب، الاصدقاء، القصص، كل شيء، كل شيء فيسبوك عنده نسخة منه من 12 سنة هو محتفظ بيها، تمام؟ كل بياناتي. من هنا هبدأ أقول له إيه؟ أختار بقى البيانات اللي أنا عايز يعني أسترجعها وأقول له إنشاء ملف. خلي بالكم أنت لو مشترك قديم زي حالاتي كده العملية دي بتاخد وقت، أول ما أقول له إنشاء ملف هيقول لي جاري إنشاء نسخة من معلوماتك، العملية دي بتاخد وقت تقريبا بتاخد ساعتين، 3 ساعات لو انت حسابك قديم، لانه زي ما قلنا بيجيب لك كل العمليات كلها بالاستثناء. هتكتشف ان انت المحادثات هو مسجلها عليك الشات يعني، هتكتشف ان المنشورات اللي انت نشرتها، اي عمليه اعجاب، اي مقطع فيديو انت شاركته او حملته، يعني اقعدوا بقى انتوا شوفوا يعني عيشوا بقى ذكريات والحاجات. طيب تويتر اعمل ده ازاي؟ يعني احصل على بيانات ازاي؟ ادي حسابنا في تويتر. هروح للإعدادات والخصوصية، لو جبناها كده من الأول المزيد، بعد كده منها الإعدادات والخصوصية هبدأ أروح منها للبيانات والأذونات. لو أنت بتستخدم النسخة الإنجليش هتبقى مور، من هنا المزيد، وبعد كده برايفسي سيتنج، بعد كده الداتا والبريميشن. هدخل لو هنا دخلت هقول له تنزيل بيانات تويتر خاص بك، هيقول لي دخل كلمه المرور، لو حطيت له كلمه المرور حسابي يعني، وهبدا اقول له انشاء، هيبدا برضو يكون لي ملف كده. تعالى نعملها مع بعض، مش مشكله، ما عنديش مشاكل، بس انا مش عارف ايه نطول وقت الفيديو. وقلت له تاكيد، خلاص هقول له انا عاوز تويتر او بريسكوب، لانه انت عارف هي نفس الشركه بريسكوب وتويتر. هقول له لا تنزيل الارشيف. لو انت يعني بتعمله اول مره هو هياخد برضه وقت، ويبعت لك ايميل، هيبعت لك ايميل ان بياناتك جاهزه ممكن تنزلها. لو قلنا له مثلا تنزيل الارشيف كده هيقول لي ده تاريخ الانشاء 7 يناير، تاريخ انتهاء الصلاحيه، لانه اللينك ده محدود بشهر يعني. الحجم 2 ميجا، اوكي؟ طبعا انت فيسبوك هيبقى بالجيجات، لانه فيديو صور تويتر، انت عارف تويتر مجرد نصوص كده وانا مش نشط قوي عادي يعني. اوكي، لو قلت له تنزيل لي البيانات هيبدا ينزل لي بياناتي على تويتر. لو فتحنا كده ادي الارشيف، لو فكينا الضغط عليه ادي البيانات بتاعتي، هتبدا تكتشف بقى كل العمليات، اللايكس، كل الفولور، كل العمليات اللي انا عملتها على تويتر، الميديا اللي انا اتعاملت معاها، مثلا الرسائل مثلا، واقول له اوبن. طيب ده عباره عن سكريبت، ممكن افتحه بايه؟ افتحه بالنوت باد. اتفضل، ادي الرسائل. تمام، يبدو ان انا كنت بتواصل مع جهه ما،
ايوه اوكي، كل ده عباره عن رسائل محادثات، الحمد لله ما عندناش حاجه نخفيها يعني. فانت انت بقى عيش حياتك زي ما قلنا كده، وابدا بقى عيش الذكريات بتاعتك. اوكي طيب، هسأل سؤال بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، او الفيديو بعد القادم. الفيديو اللي جاي هيتناول عمليات الخطط الامنيه اللي بتلجأ ليها المنظمات والشركات والافراد في تامين بياناتهم، وان شاء الله هيبقى درس عملي يعني. الفيديو اللي بعد جاي بقى، اللي بعد اللي جاي يعني، هسأل سؤال واجابته هتكون في الفيديو ده. احنا خدنا عمليات التحقق، اتكلمنا عنها، خدنا بروتوكولات التحقق، وكان عبارة عن انه السيستم او الجهاز بيتحقق مني انا كبشر، صح كده؟ بيتحقق من كلمة مروري، بيتحقق من هويتي الرقمية، بيتحقق من اسم المستخدم بتاعي. ازاي يتم العكس؟ حد سأل نفسه السؤال ده، انا كبشر ازاي اتحقق من السيستم ده؟ السيستم امن ولا لا؟ الموقع الالكتروني اللي انا بزوره بشكل يومي، موقع امن ولا لا؟ النظام مع النظام ازاي يتحققوا مع بعض؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ إن شاء الله الإجابة هتكون في فيديو ما بعد القادم، واللي بنختم بيه الجزء ده من الكورس. أشوفكم إن شاء الله على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.